بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله كيكة الذرة او البسيسه. عندنا كوبايتين دقيق ذرة ابيض وكوبايتين دقيق ابيض عادي ومعلقه كبيره بيكنج باودر ورشه ملح، وهنقلب كويس كله مع بعضه. بعد كده هنحط في الخلاط 4 بيضات، وهنضيف على البيض 2 كوبايات سكر، و2 حليب، و2 زيت او 1/2 كوباية سمنة و1/2 كوباية زيت، و2 كبار خل، وفانيليا سائلة او بودرة. وهنضرب كله مع بعضه كويس في الخلاط. وبعد ما نضرب الخليط كويس في الخلاط حوالي 2 أو 3 دقايق هنصبه على الدقيق. ونقلب كويس لحد ما نتأكد ان مفيش اي تكتلات للدقيق. وخلاص كده خليط الكيكة جاهز معانا. بعد كده هنصب الكيكة في صاج مقاس 30×30 تكون الجوانب بتاعته مرتفعة. ممكن برضه نستخدم صينية مقاس 30 أو 32، وبرضه هنفرش فيها ورق زبدة وندهنه كويس بالزيت. وهنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 وهندخلها على الرف الأوسط. وخلاص كده البسيسة استوت معانا وبتاخد معانا في الفرن حوالي 1/2 ساعة. وبعد ما الكيكة تبرد معانا وبنقطعها بتكون معانا بالشكل ده. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جداً.